بسم الله الرحمن الرحيم. معانا مثال المره دي لسه مع الكوتلين اوبريتورز لكن مع البيت وايز اوبريتورز. البيت وايز اوبريتورز هي عمليات على مستوى البتات، يعني على مستوى الصفر وواحد. طبعا في عندنا فيها شغل كتير جدا، في ناس بتشتغل على شغل كتير جدا، بس يعني الموضوع بسيط. في اس اتش ال اللي هو شيفت ليفت، وفي شيفت رايت، وفي انسايند شيفت رايت، وعندي الاند والاور والاكسور والانف اللي هي انفيرز اللي بتقلب. كل دي بس على مستوى العمليات دي بتتم على مستوى البتات. موضوع صعب شويه، محتاج تركيز، ممكن في ناس كتير جدا ما بتستخدموش، لكن في ناس بتشغلها كله بتقوم عليه. فانا هوضح الفكره ولو في مثال واحد رقميا كده عشان نبقى فاهمينه كويس جدا. تعال نبص على المثال ده بس ركز معايا. انا عندي رقم 12 و25، انا عايز اقول ا 12 اور 25. ال 12 عشان تتمثل بتتمثل على مستوى كده، بنمشي اول مثلا اول خانه دي عندي 2 اس 2 اس 0 2 اس 1 2 اس 2 2 اس 3 2 اس 4 2 اس 5 2 اس 6 2 اس 7 الى اخره، تمام؟ فهتلاقي ايه 2 اس 0 2 اس 1 ادي ب 1 ب 2 بعد كده ب 4 ب 8. ادي ال 4 وال 8 قصادهم ايه؟ ال 4 وال 8 قصادهم 1 و1، يبقى 4 زائد 8 تعمل معاك ال 12. في ال 25 لا، 4 اول واحد بواحد، بعد كده الاثنين طاير، الاربعه طايره، بعد كده 8، بعد كده 16، فبقى 1 8 16 زي ما احنا شايفين كده. 1 8 16 تعمل معاك كام؟ يعمل معاك ال 25. لما يجي نعمل عمليه بقى زي الايه؟ زي الاور بس بتوايز اور، بعمل ايه؟ بحطهم تحت بعض كده زي ما انت شايف. صفر مع صفر يعني فولس مع فولس. الاور طبعا لازم يكون في واحده ترو، صح؟ يعتبر ان الوان ترو، فقال لك صفر مع ترو جابها بترو، صفر مع صفر وتجيبها بصفر، واحد مع صفر جابها ترو، واحد مع واحد يجيبها ترو، صفر مع الواحد يجيبها ترو، كل الاصفار مع الاصفار اللي هي اكنها فولس مع فولس جابها باصفار. فبقى معايا الواحد خلاص اللي هي واحد، وبعد كده اثنين مفيش، بعد كده عندي الاربعه معايا، بعد كده 8، بعد كده 16، بعد كده كله اصفار، فبقت 1 4 8 16 اللي هي معايا كام؟ ب 29 في الديسمال بتاعنا العادي بتاع البني ادمين العاديين. خلاص دي كانت فكره بس الايه، لو انت عايز تجرب فكره البيتوايز اوبريتور عشان تيجي تقول لي 12 ان اور ال 25 ازاي تجيب لي 29، تبقى مش فاهم العمليه تمت ازاي. العمليه تمت لانه حول الحاجه كلها لاصلها اللي هو الباينري، ورجع يعمل ايه؟ ينفذ عليه العمليات. تعال نعمل مثال كده بسرعه، ناخد اكزامبل على الموضوع وندوس اوكي ونجرب الموضوع ده. نجيب المين فانكشن بتاعتنا ونقول كده بسم الله، نقول مثلا فال خليه ثابته ان او 1، وقلت بيساوي 12، هنجرب نفس المثال اللي قلت لكم من شويه، وفال ان او 2، وهنقول ان او 2 بكام؟ ب 25 سيمي كولون، واعمل بقى اللي هو هنطلع فيه النتيجه. فعملنا فار، خلينا فار ريس، ودوت طبعا هيبقى عباره عن انت رقم صحيح عادي. تعال نجرب المثال بتاعنا العادي، فهقول له ريس بتساوي ال 12 اللي هو ان او 1 اور ان او 2 خلاص وسيمي كولون كده. هيعمل العمليه ويحط النتيجه جوه مين؟ جوه الريزلت. طبعا ده الايه ال بيت وايز اوبريتور يعني. طبعا نفس الكلام، انا ممكن اقول ريزلت ان او 1، ممكن استخدم الشكل الثاني دوت اور ان او 2 خلاص. يعني ده كده بالنسبه لنا استخدام اخر لنفس الايه، لنفس الفكره طبعا، بس ما تعملش العمليتين لان هو هيغير الرقم وكده يبدا ايه يشتغل عليه كريزلت يعني. فهو هي مش فارقه معانا، دي طريقه بديله يعني، تعتبر طريقه بديله. عملت برنت لاين للريزلت، وتعال نعمل رن. طبعا الفكره كلها عايزين حبينا نوضحها عشان في ناس تعمل كده ومبقاش عارف الرقم جه منين، اساسه جه منين، لكن الرقم طلع معانا 29 زي ما احنا شايفين. وهكذا بقى مع باقي البيت وايز اوبريتورز.